تسمح لنا نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الاهلي في الجزيره نتابع التمرينه الاخيره للنادي الاهلي قبل ماتش الاسماعيلي بكره ان شاء الله، ونطمن على الفريق قبل لحظات من تحركه ان شاء الله لاسكندريه استعدادا لمواجهه الاسماعيلي بكره ان شاء الله. يا محمد مساء الخير. مساء الخير زي ما عايز احمد، تحياتي ليك والكابتن المجد مصطفى. يعني تطمنا كده اخبار تمرينه النادي الاهلي النهارده ايه؟ مين شارك في التمرينه؟ مين ما ظهرش فيها وممكن يكون خارج الحسابات بكره ان شاء الله؟ يعني حالا دلوقتي وانا بكلمك يا احمد التدريب انتهى يعني بالفعل، لاعبين بس يمكن بيقضوا صلاه المغرب، ومن بعدها كل استعداد ان شاء الله للسفر لمدينه الاسكندريه للمبيت بمدينه برج العرب استعدادا ان شاء الله لمباراه الاسماعيلي غدا في الاسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز. يمكن التدريب بدا في تمام الخامسه مساء، التدريب طبعا في بدايته كان في محاضره للجهاز الفني في ارض الملعب، مستر مارسيل كولر كان بيتكلم مع اللاعبين عن اهميه هذه المباراه واهميه ان احنا نعمل نتيجه جيده في الدوري قبل طبعا زي ما انت قلت توقف الدوري، ومن بعدها بطوله الدوري الافريقي اللي هيستمر مشاركه الفريق فيها باذن الله لمده 3 اسابيع وهيغيب فيها عن بطوله الدوري. بعد كده كان في تدريبات بدنيه قويه جدا شارك فيها كل اللاعبين، ومن بعدها بعد التدريبات بالكره والتدريبات الخططيه، ويمكن تم اختتام التدريب بتقسيمه بسيطه كده في نص ملعب ما بين اللاعبين، وطبعا تم بعض يعني تدريب بعض اللاعبين على بعض الجمل او الحاجات الفنيه الخاصه والتدريبات التخصصيه، ومن بعدها زي ما قلت لك انتهى التدريب تماما. ونحن يعني احنا دلوقتي حالا في انتظار تحرك الفريق باذن الله لمعارضه الاسكندريه، ومحمل بدعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله باداء مباراه كبيره، وان شاء الله العوده ب3 نقاط من مدينه الاسكندريه. كان يا احمد يمكن معظم اللاعبين الحمد لله موجودين في تدريب، الغيابات بس فقط طبعا اللاعبين اللي بقالهم فتره بيغيبوا للاصابه، عمرو السوليه، محمود متولي، صلاح محسن، وكريم نيدفيد، وخلاص يعني طمنا من دكتور احمد جاب الله ان هم في اخر مراحل برنامجهم الاستشفائي والعلاجي. خالد عبد الفتاح موجود في التدريبات وتحت امر الجهاز الفني للمشاركه في المباراه يا احمد، يمكن كان طبعا في حذر شويه في الدفع بيه في المباريات ولكن عمل اشعه واثبت سلامته بشكل تام وجاهزيته للمشاركه في المباراه. رضا سليم موجود ادى التدريب بشكل كامل، كان موجود كمان من قبل ماتش انبي، ولكن طبعا مستر مارسيل كولر فضل راحته وان شاء الله يعني تحت امر الجهاز الفني اذا حب يشاركه بكره. مودست طبعا موجود في التدريبات وموجود بيشد بشكل اكثر من رائع، بقيه اللاعبين كلهم حالتهم الفنيه والبدنيه اكثر من رائع، يمكن بس رامي ربيعه طبعا لاجراء عمليه جراحيه بسيطه لازاله خراج من القدم هو بس اللي مش موجود، ولكن باستثناء كده كل اللاعبين موجودين، وان شاء الله بكره يكون عند حسن ظن جميع النادي الاهلي يقدم مباراه كبيره، وان شاء الله حصل 3 نقاط جديده في مشوار بطوله الدوري العام ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق. دي كانت اخبار تمرينه النهارده اللي انتهت زي ما قلت لحضراتكم من دقائق، والفريق كمان يعني دقائق بسيطه هيتوجه ان شاء الله لاسكندريه للمبيت هناك عشان يقابل الاسماعيلي بكره.